أنت مشرفة؟ لقد أشرفت على الجنون. لن أتركك تعذبين أطفالاً سعداء. سأحضر المدير براون. طيب، سوف أكمل تجاربي بدونك. أنت لست مؤهلة لإجراء تجارب. وجهك لا ينقصه بشاعة. لكن ماذا؟ كيف رأتني؟ لا أصدق. دليل هكذا؟ لا، بل هكذا وتلقب نفسها بألقاب غريبة. أقصد، ماذا تعني بمشرفة الهيئة العلمية الكونية؟ لقد هزمتك. أخبرتك بأنهما مريضان. لا أصدق، الطفلان. آنسة سيميان، هل تعرفين معنى هذا؟ طبعا، معناه أنت أخطأت وأنت أخطأتي وأنا محقة. لا 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 لا، إنه ينتشر، إنه ينتشر. واو، يا سلام. النجم وصل هنا. حب الزهور كالعادة. المرض بكل مكان. الموسيقى هي الدواء. نظام الإذاعة، إنه الحل الوحيد. حبيبتي، أنت لا تبكي، لست مريضة. انظري إلى وجهي. جري في الممر. لا خيار لدي. سعادة، سلام. عيب عليك. آسفة، لكن كلك ألوان. أعتقدت أنك مريض مثلهم. هيا 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 هيا، يلا يلا يلا، هيا هيا. أنا لا أصدق هذا. الفرح أشعر به الآن. الطريقة الوحيدة للعلاج، عليكم تشغيل نوع من الموسيقى. لا أعرف اسم المقطوعة، لكنها تبدأ هكذا. آسفة، أنا فاشلة بالغناء. آسفة، خذلتكم جميعا، ونهاية الحكاية سعيدة كالعادة.